طبعا معظمنا اذا ما كانش كلنا شاف الفيديو بتاع لاري ويلز اللي بيمرن فيه عيال صغير. Sit back. Yes. There it is. Okay. Beautiful. بص، هو بصرف النظر عن ان العيل الصغير ده اصلا 18 سنه، مش دي قصتنا، فانا هجاوبك على السؤال الاكثر شيوعا: امتى تنزل الجيم، في اي سن، وليه؟ السلام عليكم، ازيكم شباب؟ اهلا بيكم في فيديو النهارده. معاكم ميجو، ده ميجو في فورم ايدك في البيت. لو دي اول مره تزور في القناه بتاعتي، اهلا وسهلا بيك. اسمي ماجد، بيقولوا لي ميجو عشان كده اسم القناه بتاعتي ده ميجو فيت، يعني اونلاين كوتش وبتمرن في البيت بقالي اكتر من 10 سنين. هدفي من القناه دي اني افيدك باي حاجه اتعلمتها بتعلمها او هتعلمها عن طريق التمرينات اللي انا بعملها لك في البيت، وصفات الدايت اللي انا بعملها لك، فلوجز اللي بصورها، فيو اللي بنعمله على افلام مارفل او دي سي او اي حدث فايرال حول العالم. بتحب اي حاجه من الكلام اللي انا قلته ده، ما تنساش تشترك في القناه، واهم من الاشتراك في القناه انك تفعل جرس التنبيه وبالصلاه على النبي لما انزل لك فيديو يجي لك اشعار ان عملت. انا دايما بقول the younger the better من حيث التمرين عامه. بالنسبه لي احسن وقت تبدا تتمرن فيه هو وقت قبل البلوغ على طول، او في وقت البلوغ. انا اقول لك من 11 سنه ل 15 سنه، وفي ناس بيتاخر معاها الموضوع شويه لحد 16 سنه و 17 سنه. ليه في الوقت ده بالذات؟ لان اكتر وقت بيبتدي هرموناتك تزيد فيها هو الوقت ده بالذات. هرمون الجي اتش المسؤول عن النمو، تستوستيرون وهو هرمون الذكوره والمسؤول بنسبه كبيره جدا عن بناء العضلات، اي جي اف 1. عشان كده كل ما تنزل الجيم بدري كل ما ده هيكون لمصلحتك. وخلي بالك، ما تسمعش لاي حد هيقول لك ان تمرينة الرجل هتأثرك ولا العقلة هتطولك. بص يا جدعان، هو الحوار الفيصلي في الموضوع ده هو الدراسات العلمية. لحد النهارده مفيش اي دراسة علمية اكدت لك ان انت لما بتشيل وزن يحصل كومبريشن او ضغط على الفقرات، وبالتالي عمود الفقري بتاعك هيقصر، ولا لما هتتشعلق في العقلة هيبتدي يحصل دي كومبريشن فقرات الظهر بتاعتك وبالتالي هتطول. كل الكلام ده فاكس، اسف لو حد قال لك اي حاجة غير. عندنا مثال حي لاكتر واحد بدأ التمرين في سن صغير، وهو الدبابة تريستن لي. كان تريستن لي كان بيطلع جيست بوزنج وهو 11 سنة. انت متخيل ان هو كده بيتمرن من هو تقريبا عنده 9 سنين، بيبقى منظره كده وهو 11 سنة. انا عايز اوجه لك او اوجه لك نصيحة وراجع بيها الزمن هقولها لنفسي تاني. اول حاجة، اول لما تنزل تبتدي جيم ما تبصش للناس اللي في الجيم اساسا. اولا هيجيلك احباط، ثانيا حمية هتاخدك وهتخليك تشيل اوزان فوق جسمك مرتين، وبالتالي مفاصلك هتبوظ زي العبد لله كده. سيب غرورك على جنب وركز على اداء التمرين الصحيح بتاعك. 2، ما تسلمش ودانك لاي حد. مش اي حد يقولك التمرينه الفلانيه بتجيب كذا وما بتجيبش كذا تصدقه، ولا الفلاني يجي يقولك بقولك ياخد الحبايه دي هتطلع لك عضلات ايه عنب، عشان في الاخر الحبايه اللي هو عايز يديها لك دي اصلا هتلاقيها في الاخر هرمونات، ولا بيفرق معاه اصلا انت مين ولا صحتك هتروح فين. يبقى عايز يخلص منها ويكسب على قفاك وخلاص. فكك من الكوتشز اللي تيجي تقولك بقولك ايه تعالى اعمل لك نظام غذائي وامرنك ويبقى غصب عنك. خلي عندك شخصيه وقول لهم لا، لو في حاجه وقفت قدامك اتعلمها بنفسك. لا فيش حد هينفعك في الدنيا دي غير نفسك وبس. اخيرا وليس اخرا، لو والدك او والدتك قالوا لك ما تنزلش الجيم دلوقتي، اسمع كلامهم عشان هم خايفين على صحتك. وطبعا الجديد في القناه، القناه مليانه تمارين يا جماعه: بوش بول ليج، اوبر لور، تمرين عضله في اليوم، عضلتين في اليوم. عايزكم تعيشوا جو لبش اليومين دول، كلها بتقول لك عندها برد وهم اصلا عندهم كورونا. ربنا يستر علينا وعليكم. وبس يا اخويا، ده الفيديو بتاع النهارده. يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون مفيد بالنسبه لكم. يا جماعه ما تنسوش تاني تشتركوا في القناه وتسيبوا كومنت تحت الفيديو ده وتدوني لايك عشان تحفزوني ان انا انزل لكم فيديوهات اكتر واكتر. بالنسبه للملابس الرياضيه، في كود الخصم ماجد 10، واللي عايز تبقى معايا اونلاين هسيب رقمي في اول كومنت واثبته لكم. عايز يشتري اي حاجه من منتجات بيور جانيك في خصم 5% لو استخدمت كود الخصم ميجو 5. يا شباب، ان شاء الله اشوفكم الفيديوهات الجايه. بيس.